الخضر بن محمد بن غانم السويدي مع العنود، عاندت العنود المية متر الأخيرة، العنود والفاتنة، الفاتنة والعنود، الفاتنة، العنود، الفاتنة، الفاتنة، وسلام يا زعبيل، تهانينا لمحمد بن سعيد بن منال الكبير المركز. يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع علي بخميس الخضيري متحدثا عن فوز الفاتنة المملوكة لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي أحد الطاقم المرافق أو الطاقم الإداري في عزبة بن منانة. علي حياك الله معنا وسعداء بوجودك الليل. الله يحييك أبو بريك. نعم، وش سلالة الفاتنة؟ والله أبوها مقصص ودشعيلة وأمها بتشعين. وش مشاركتها قبل شوط الليلة؟ والله مشاركتها طيبة، مركزها في مهرجان الوطني وجاي ثاني الشوط الرئيسي، ولها عدة مشاركات ولها سبق في المرموم. شوط الليلة كيف شافه علي؟ والله شوط الليلة شوط قوي وفيه منافسين لا يستهان بهم، والحمد لله توفقت الفاتنة. نعم. أنت بعد اليوم حصلت على المركز الثاني على أو الثالث؟ هي نعم حصلت على المركز الثالث. نعم، يعني كنا موس بعد على فوز. تستاهل لك خير. نعم، إيش يعني لك الفوز والفرح في هذا التجمع اللي فيه الفرح وفيه الإخوان من كل مكان من دول الخليج؟ والله فرحها لا توصف صراحة، في مهرجان سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد، ومهرجان غالي على قلوبنا وعلى قلوب المشاركين جميعا. نعم. لمن تهدي هذا الفوز الليلة؟ والله أهديها لعزبة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة، وهديها العشاق المتحدي محمد المنصوري مع شاهين وبراك. يا سلام النشمي وشاهين وبراك، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة. شاهين 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 ينتزع المركز الأول. سلام سلام عليكم يا أهل الغربية، تهانينا للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري. فائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع حمود بن محمد الوهيبي مضمر الغربي، من اختطف ناموس الشوط الأول الرئيسي للحقائق في هذا المساء في ثاني أيام المهرجان. محمود ألف ألف مبروك الفوز وتستاهل ناموس. الله يبارك فيك وتسال خير من الله. نعم. حمود وش سلالة الغربي؟ والله سلالته أبو الكهرب بعير المهيري ومن بنت مرموق. نعم، وش مشاركتك قبل هذا الشوط؟ والله له مشاركتين في المدينة عند السبقات، واليوم السبق اللي حصل لي. نعم، الشوط الليلة كيف شفته يا حمود؟ والله الشوط مولع ولا عرفنا الفايز غير أخ الأمتار. نعم. كيف كانت أعصابك في هذا الشوط من انطلاق الستارت وفي نص الشوط وفي الأخير والغربي يتحرك، كيف كان تحركات حمود وهل توقعت الفوز الليلة؟ والله الأعصاب على الآخر، الصدق أني ما توقعت الفوز على الآخر الأمتار. نعم، كان فيه منافسة شرسة الليلة من بقية القعدان. أوف ما منافسة إلى آخر متى. نعم. كيف شفت المنافسة في أول يومين؟ والله منافسة قوية وإقبال جماهيري كبير. نعم. على كثرة الأشواط بعد في زحمة. نعم. لمن تهدي فوز الغربي الليلة؟ والله هديه الفوز حق محمد زايد منصوري والشعب الإمارات كافة.